الله يحييكم معانا. اليوم نتكلم عن عشبة موجودة في كل الدول العربية تقريبا، واسمها القطف أو القطف أو الرغل أو البقل الروم أو البقل الذهبي أو السبانخ الحجازي أو الرغل الملحي. لونها أخضر مائل للون الرمادي أو الفضي، أوراقها خضراء صغيرة مستديرة، وتنبت جدا في المغرب والسعودية، شرق السعودية وخاصة من منطقة الشرقية، الإحساء، الظهران، الدمام، الخبر، القطيف، المبرز، العيون، بقيق، راس تنورة، الخفجي، حفر الباطن، النعيرية، الإحساء، والمغرب. متخصصة جدا بحل مشكلة تكيس المبايض وتليف الأرحام، تليفات الأرحام، وتمنع احتباس السوائل، وتزيل الرمال من الكلاوي والجهاز البولي، وتعمل على تحسين التمثيل الغذائي بشكل ممتاز جدا جدا، ولذلك تؤازر في تخفيف الوزن الزائد. يستخدمها البدو منذ مئات السنين في الدول العربية وخاصة في المغرب والسعودية وأيضا في سوريا ودول البحر الأبيض المتوسط، اليونان وإيطاليا وقبرص وتركيا وكل الدول وتونس والجزائر وكل الدول التي تحيط بحوض البحر الأبيض المتوسط. هذه العشبة من النباتات الشاي، هذه العشبة الجميلة المفيدة الرائعة تستخدم في البالية عند البدو بكل الدول العربية ومنذ مئات السنين في مؤازرة الأرحام بشكل ممتاز جدا، وفي ضبط الدورة، وفي أيضا التخلص من التكيسات بالأرحام ومشاكل الأرحام. وتستخدم عند البدو للوقاية من مشاكل الأرحام منذ مئات السنين، وخاصة في المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية، الإحساء ومدن الإحساء، إحساوية يعني العشبة هذه إحساوية، وأيضا في المغرب والدول العربية الأخرى. العجيب في هذه العشبة القطف أو القطف أو الرغل أنها تزيل التعب والإرهاق من الجسم. إذا واحد دائما تعبان نقولوا لك اشرب قطف تنحل المشكلة بسرعة إن شاء الله تعالى. وأيضا البدو في الدول العربية والمملكة العربية السعودية والإحساء ومدن الإحساء والمغرب والدول البحر الأبيض المتوسط وسوريا تستخدم منذ مئات السنين، يستخدمها البدو لتخفيف الروماتيزم وتسكين الوجع وتخفيف التهاب المفاصل والعرق النسع ووجع الظهر ووجع الركبتين ووجع الديسك والمفاصل، سبحان الله. زائد تستخدم تطحن وتضاف كالبودرة ويضاف لها ماء الورد أو توضع مع الشمع العسل، وتستخدم للبشرة لحب الشباب والالتهابات الجلد والبثور والحبوب والترطب الجلد. أيضا تستخدم هذه العشبة كمرطب رائع جدا للجلد لمنع انهيار الكولاجين ولمنع التجاعيد في البشرة. ويستخدمها البدو أيضا للتخلص من مشكلة النقرس مع الأعشاب أخرى مثل الكرافس والبقدونس وشعر الذرة والشعير أيضا وبذور الكتان.
أيضا تستخدم سبحان الله لالتهاب الحنجرة واللوستين، لأن التهاب اللوستين من شاي هذه العشبة يؤازر كثيرا في حل هذه المشكلة أو على الأقل تخفيفها. زائد يستخدم لأبصفار، اللي عنده أبصفار يقولوا لك اشرب منه فورا، لا وش منتظر، وش منتظر يا محرق القلب بالنار، اشرب من القطف وقول يا رب. ولكن لا يجوز الإسراف، لا يجوز الإسراف في تناول شاي القطف، لأنه يشجع على القيء. يعني إذا واحد إذا شرب الإنسان كميات كبيرة من شاي هذا العشبة قد يسبب له التقيؤ، ولذلك يجب شرب شاي هذه العشبة أو هذا النبات الرائع باعتدال شديد جدا. ولا ننسى بأن البدو في الدول العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية ودول البحر الأبيض المتوسط يستخدمونها للمساعدة في حل مشكلة العقم مجهول السبب. اللي عنده عقم مجهول السبب يقولون له سكان البادية اشرب شاي هذه العشبة باعتدال، لأنها غنية جدا بالحمض الفوليك وغنية جدا بالزنك. زائد تستخدم لحل مشكلة الدورة المؤلمة، إذا عندك الدورة تسبب لك مشاكل أو آلام أو مضطرابات، الشاي منها رائع جدا وخاصة في سن اليأس. يمكننا تناول كوب صباحا وكوب مساء لمدة 3 أسابيع من هذه العشبة، أو إذا هناك تكيسات لتناولها لمدة شهر. اللي عندها تكيسات تأخذ ورق تين شوي كده وشوية قرفة وشوية قرنفل وتغليهم وتصبهم على ملعقة كبيرة قطف وتحركهم تتركهم حتى يبردوا، وتصفيهم بمصفاة ناعمة تشربهم كل يوم 2 أو 3 لمدة شهر أو شهر ونصف بالكثير، لتحل لها هذه المشكلة بشكل ممتاز جدا. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تشاركوا الفيديو بمواقع التواصل، بتمنى تكتبوا تعليقات جميلة وتحطون إعجاب إذا عجبكم الفيديو، وتشتركوا بهذه القناة التي تقدم المعلومات من البادية والتي توارثناها عن الأجداد وهي كلها مجربة وكلها طبيعية وآمنة إن شاء الله. شكرا لكم، ميرسي.